الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة. مصر تؤكد أن تعرض قافلة الأونروا لإطلاق نار بغزة يعد انتهاكا إسرائيليا جديدا. ونائبة الرئيس الأمريكي تعلن أن الرئيس بايدن يتعافى وسيعود لتأدية مهامه. التاسعة مساء السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. مشاهدين أهلا بكم، وبداية هذه النشرة مع الزميلة جاكلين ماهر. إليك جاكلين. شكرا مدى، وأهلا بكم مشاهدين الكرام. إلى التفاصيل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على تعزيز وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة ارتباطا باحتياجات مصر المتزايدة في هذا الصدد. جاء ذلك خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية للبترول والغاز الطبيعي جون كريستمان، حيث أشاد الرئيس السيسي بما حققته الشركة من نجاحات في مصر على مدار الثلاثة عقود الماضية، مثمنا خطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من السيد جون كريسمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية للبترول والغاز الطبيعي، ونائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراض ومتابعة أنشطة شركة أباتشي في مصر وخططها لتوسيع وزيادة حجم أعمالها، استمرارا للتعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وتحقيقا للاستغلال الأمثل لموارد مصر بقطاع الطاقة. وأشاد السيد الرئيس خلال اللقاء بما حققته الشركة من نجاحات في مصر على مدار الثلاثة عقود الماضية، مثمنا خطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية، ومؤكدا حرص الدولة على تعزيز وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة ارتباطا باحتياجات مصر المتزايدة في هذا الصدد. من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الشراكة المتميزة مع مصر، مؤكدا تطلع الشركة بوصفها أحد أكبر مستثمري ومنتجي البترول في مصر لتعزيز جهود زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر العديد من الفرص لتحقيق اكتشافات جديدة، فضلا عن حرص الشركة على تطوير واستخدام أحدث التقنيات التي تسهم في تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض الانبعاثات الناتجة عن العمليات الإنتاجية. كما تناول اللقاء أيضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة في ضوء رئاسة السيد جون كريسمان لمجلس الأعمال المصري الأمريكي، وحرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات وتسهيل لعمل القطاع الخاص المصري والأجنبي في مختلف المجالات. أكد مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي أن الدين الخارجي سجل أكبر تراجع تاريخي له بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر عام 2023. وأشار المصدر إلى أنه قد تم القضاء على عجز صافي الأصول الأجنبية لتسجل فائضا بنحو 10 مليارات و300 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل عجز في يناير 2024. كما أن الاحتياطي الأجنبي تفوق على مستويات الأمان الدولية مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46 مليار و380 مليون دولار، مضيفا أن موارد النقد الأجنبي للسوق المحلية قد زاد بنحو 200% مع ارتفاع تحويلات المصريين بأكثر من 100% منذ تحرير سعر الصرف.
نفت وزارة الطيران المدني ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حادث سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها، وتؤكد الوزارة أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة وتهيب بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر قبل نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين، وضرورة الاعتماد على البيانات الإعلامية الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني. التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عددا من المصريين العاملين في المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي على هامش مشاركته في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الغنية أكرا. وأكد رئيس الوزراء دعم مصر لجهود تعزيز التكامل الأفريقي في مختلف المجالات، كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود التي يقوم بها المسؤولون المصريون كسفراء لبلادهم بمختلف المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي، مؤكدا تطلع مصر لدعم تواجدها في مؤسسات الاتحاد الأفريقي اتصالا بالدور المحوري للعلاقات المصرية الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعداد مصر لدعم احتياجات غانا في مجالات التنمية المتنوعة والتنسيق والتشاور الفاعل في العديد من القضايا الإقليمية استنادا إلى دور غانا المحوري في منطقة غرب أفريقيا. جاء ذلك خلال لقائه نانا أكوفو أدو رئيس غانا، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي والذي يعقد بالعاصمة الغانية أكرا. ونقل مدبولي إلى الرئيس الغاني تحيات الرئيس السيسي ودعمه الكبير لجهود غانا ودورها الفاعل سواء على مستوى منطقة غرب أفريقيا أو القارة ككل. ولفت مدبولي إلى أن هناك 24 شركة مصرية تعمل في غانا في مجالات متنوعة، معربا عن تطلعه للاستفادة من الفرص الواعدة لتطوير العلاقات بين البلدين. أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لرئيسي جزر القمر ونشاطه المكثف على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، وما بذله من جهود حثيثة من أجل العمل على معالجة الكثير من القضايا المهمة. جاء ذلك خلال لقائه رئيس جمهورية جزر القمر غزالي في أكرا عاصمة غانا. ونقل مدبولي تحيات الرئيس السيسي لرئيسي جزر القمر، مؤكدا اعتزاز الرئيس السيسي بأواصر الأخوة التي تربط البلدين، لا سيما في ظل توجيهاته بأهمية العمل على تعزيز التعاون مع جزر القمر بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر وجزر القمر عبر تشجيع مشاركة المزيد من الشركات المصرية في المشروعات التي تنفذها الحكومة هناك. هذا وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على متانة روابط الأخوة التي تجمع مصر والجزائر والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين، مشددا على ما تحظى به القيادة السياسية للبلدين من علاقات قوية. جاء ذلك خلال لقائه نذير العرباوي الوزير الأول لدولة الجزائر. وأعرب مدبولي عن تطلعه إلى أن يقوم الوزير الأول الجزائري بزيارة مصر خلال الفترة المقبلة بما يمكن من إجراء مناقشة بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أنه لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة فإنه لا سبيل إلا تحقيق التكامل والوحدة بين مختلف الدول العربية. هذا وتم خلال اللقاء الاتفاق بين رئيس الوزراء والوزير الأول الجزائري على عقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأخير من العام الجاري. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير على الدور الكبير الذي يلعبه مجلس الشيوخ في دعم الصناعة المصرية. جاء ذلك خلال استقباله رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة، حيث أكد الوزير ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين بما يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع المهم.
وتنفيذ خطط شاملة لتطوير قطاع الصناعة لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر قلعة صناعية كبيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطط شاملة للنهوض بهذا القطاع ترتكز على 7 محاور وتسابق الزمن للتغلب على التحديات كافة. استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتورة سمر أنور التي تعمل طبيبة في مستشفى المراغة المركزي وأسرتها تقديرا لأهمية دور الأطباء في المنظومة الصحية. وخلال اللقاء أكد الدكتور خالد عبد الغفار تقديره التام لأطباء وطبيبات مصر والفريق الطبي كافة والعمل على توفير كافة السبل التي تكفل لهم أداء مهام عملهم على الوجه الأكمل وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها وما يستحقونه من تقدير واحترام، مختتما حديثه بالتأكيد على أن مكتبه مفتوح لجميع أبنائه من الفرق الطبية في جميع محافظات الجمهورية. استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اللواء أحمد العوضي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وأعضاء هيئة المكتب. وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي تليها عقب توليها المسؤولية بالتواصل والتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء اللجان النوعية في إطار تحقيق التكامل والتجانس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية. وشهدت اللقاءات واستعراض عدد من مستهدفات وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية، خاصة بعدما وافق مجلس النواب الأسبوع الماضي في الجلسة العامة على برنامج الحكومة عن الفترة 2024 حتى 2027 ومنحها الثقة. أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام حصول مركز معلومات قطاع الأعمال على شهادة الأيزو 21-1. وأكد وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي على أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتنمية العنصر البشري في شركاتها التابعة والارتقاء بقدرات العاملين ورفع كفاءتهم من خلال تعزيز البرامج التدريبية في المجالات المختلفة. جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد شيمي لرئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم والوفد المرافق له وتسلم شهادة الأيزو لنظام إدارة المؤسسات التعليمية الممنوحة. أكد وزير الأوقاف دكتور أسامة الأزهري توفير كل سبل الدعم للواعظات للقيام بدورهن وتوصيل محتوى الخطاب الديني المنير لكافة سيدات مصر. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الدكتور الأزهري بالواعظة ميرفت عزت بمديرية أوقاف القاهرة للاطمئنان على صحتها إثر تعرضها لحادث أليم أثناء عودتها من قافلة الواعظات بالقاهرة. وأكد وزير الأوقاف أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف تولي ملف المرأة بصفة عامة وملف الواعظات بصفة خاصة اهتماما كبيرا، حيث أعلنت وزارة الأوقاف عن مؤتمرها الدولي 35 تحت عنوان دور المرأة في بناء الوعي، وهو المؤتمر الدولي الأول للواعظات الذي سيعقد في الفترة من 25 و26 من أغسطس المقبل 2024. يستضيف المسرح الروماني بالمنطقة التراثية في مدينة العلمين حفلا لفرقة الأنفوش للموسيقى العربية يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة المصرية في النسخة الثانية من مهرجان العالم عالمين في إطار التعاون المشترك مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ومن المقرر أن تقدم الفرقة بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني عددا من أغاني وموسيقى الزمن الجميل. يذكر أن فرقة الأنفوش للموسيقى العربية أسسها المايسترو الراحل مدحت بسيوني عام 1967 مع مجموعة من الشباب من طلاب الجامعة والموسيقيين الهواة. وتقدم وزارة الثقافة برنامجا فنيا حافلا بالمنطقة الترفيهية بالممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة يتنوع بين عروض السيرك القومي وعروض فرق الفنون الشعبية، وتلقى الفعاليات إقبالا وتفاعلا كبيرا من جمهور مهرجان العلمين وزوار المدينة.
ويعد مهرجان العلمين الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي. أعلن وزير الثقافة برنامج احتفالات قطاعات وزارة الثقافة بالذكرى 72 لثورة 23 من يوليو، وأكد أن الاحتفاء بهذه المناسبات يرسخ قيمتها الوطنية لدى الأجيال المتعاقبة ويؤصل الحفاظ على الوطن وصون مقدرته. كما أعلن عن إقامة عروض فنية وسينمائية وحفلات أغاني وطنية وندوات ثقافية مكثفة بالقاهرة والمحافظات، وأيضا أعلن عن إقامة عروض فنية بالأسمرات واحتفالات بساحة العلم بسيناء. أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الغلق الفوري ل 47 حمام سباحة بكافة المحافظات لعدم توافر الاشتراطات الصحية والفنية، وذلك في ضوء الحملة التي تنفذها الوزارة للتفتيش على جميع حمامات السباحة العامة والخاصة بمختلف محافظات الجمهورية. كما أعلنت الوزارة وقف المسؤولين عن تشغيل حمامات السباحة غير الملتزمة بالاشتراطات، بالإضافة إلى إلغاء تراخيص الشركات التي تعمل داخل مراكز الشباب والأندية غير المستوفى لاشتراطات الأمن والسلامة. وجدد وزير الشباب والرياضة على المضي قدما في اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للتعامل مع أي منشأة عامة أو خاصة يثبت عدم التزامها بتطبيق جميع اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة في حمامات السباحة والغلق الفوري لحمامات السباحة غير الملتزمة. أعلنت وزارة الصحة والسكان انطلاق المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات لرصد التحديات التي تواجه القطاع الصحي والعمل على معالجتها ورفع كفاءتها بما يحقق طموحات ورغبات المواطنين في مستوى الخدمة الطبية. هذا وبدأت سلسلة الزيارات الميدانية من محافظة سوهاج، حيث تفقد نائب وزير الصحة المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي ومستشفى سوهاج التعليمي، مؤكدا توفير الأدوية والمستلزمات بالمركز التخصصي للقلب بسوهاج بعد الإنصات لآراء المرضى. أفاد مراسل إكسترا نيوز بمحافظة الشرقية بأن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق بمصنع أدوات بلاستيكية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وتبين من التحقيقات الأولية نشوب الحريق بخط إنتاج داخل المصنع، وذلك دون إصابات أو خسائر بالأرواح. قدمت مؤسسة حياة كريمة خدمات مباشرة لأكثر من 4 ملايين مواطن، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري. المزيد عن مؤسسة حياة كريمة في العرض التالي.
أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة أنت الحياة بقرية قنبانية بأبو قير بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وخاصة بالمناطق النائية. وتستمر المبادرة على مدار يومين من خلال القوافل العلاجية التي تضم 12 تخصصا بالإضافة إلى التحاليل الطبية وصرف الدواء بالمجان. وشهدت القوافل الطبية إقبالا كبيرا من المواطنين وسط إشادة بجهود الدولة في التيسير على المواطنين وتوفير الخدمات الطبية المجانية وإتاحتها بكافة المدن والقرى والنجوع. طبعا مبادرة أنت الحياة هي من أهم المبادرات اللي بتقوم عليها مؤسسة حياة كريمة، والحمد لله احنا النهارده شرفنا في محافظة البحيرة في مركز كفر الدوار بإقامة القافلة دي بقرية كومبانية أبو قير. طبعا يعني الإقبال زي ما حضرتك شايف فوق التوقعات كلها، لأن الناس عندها مصداقية في شغل المؤسسة وفي القوافل الطبية بشكل عام اللي هي بتعتبر الأساس الخاص بالقافلة. ولكن طبعا بشكل عام احنا ما اعتمدناش على القافلة الطبية بس، احنا تقريبا في شراكة مع أكثر من 10 جهات. يعني المواطن بيجي بيستفاد من القوافل الطبية، في شراكة مع المجلس القومي للمرأة والسجل المدني بيصدر بطاقات بدون أي تكلفة، في مؤسسة مصر الخير لو في أي حد عنده غارمين أو كده، في ملتقى توظيفي تبع الشباب والرياضة، في شراكة مع جهات عديدة. احنا بنحاول نتكامل كلنا ان احنا نقدر نقدم أفضل خدمة للمواطن. جامعة دمنهور مشاركة بقافلة صحية بتنفذها كلية تمريض، بتشمل قياس ضغط دم وقياس سكر، وبرضه بتقدم تثقيف صحي وتوعوي للمواطنين والمواطنات. مثلا للسيدات بنقدم توعية بالأمراض زي سرطان الثدي وازاي تتعرف عليه وازاي طرق الوقاية منه، وبنقدم برضو تثقيف بمخاطر الزواج المبكر. كمان معنا قافلة زراعية كلية زراعة بتشارك برضو بتثقيف وإرشاد زراعي. احنا موفرين في القافلة جميع التخصصات الطبية، معنا اخصائيين واستشاريين في جميع التخصصات، والمرضى بيجوا يكشفهم وبياخدوا العلاج بيصرفوا العلاج بالمجان. معنا كمان خدمات تثقيف صحي، ومعنا في النهاية برضو استطلاع رأي المواطنين لو محتاجين اي حاجة اضافية. يعني طبعا معنا معمل للطفيليات ومعمل للدم، معانا جهاز أشعة. النهاردة معانا الصيدلية فيها 150 صنف جميع التخصصات، بطنة، أطفال، جلدية، رمض، نساء، أنف وأذن ورمض، وطبعا معانا جميع أدوية المعمل اللي هي الطفيليات ومعمل الدم، كل الأدوية اللي معانا بالمجان. احنا هنا موجودين بناء على التعاون المشترك بيننا وبين مؤسس مصر الخير ومؤسس حياة كريمة، في تعاون مشترك ما بيننا وما بينهم، بحيث ان احنا بنستقبل حالات الغارمين في القافلة. بداية بنبدأ ناخد بيانات الأولية بتاعتهم، بعد كده بنطبق المعايير. الحالات المستحقة اجتماعيا بننزل نعمل لها بحث اجتماعي، بداية من مرحلة البحث الاجتماعي بنمشي معاهم الناس اللي عليها قضايا، بننزل نكشف على القضايا في المحكمة، الناس اللي عليها الناس المسجونة بننزل برضو نتشيك عليهم في السجون. كل حاجة موجودة بالنسبة للكشف مجانا والعلاج وسلع التموينية وكل حاجة موجودة هنا مجانا. استفدنا لقينا جميع التخصصات، قلب، بطنة، أطفال، رمض، عيادات متنقلة، في محو أمية، في تحاليل طبية، كل ده متوفر بالمجان. استفدنا إن هي جميع التخصصات بالنسبة للدكاترة موجودة، كشف مجانا، علاج مجانا، كل شيء مجانا، الخدمة كويسة، الدكاترة جايين بأحسن واجب، الناس القائمين على العمل جايين بأحسن واجب. والله كشفت مجانا وعلاج مجانا وكل حاجة كويسة والله، حتى المية جايبينها لنا وكل حاجة عاملينها كويس، حتى المية بقوا يدونا الجزايز وكل حاجة كويسة والله، وعلاج مجانا وكل حاجة مجانا. نشكر الرئيس، سيادة الرئيس. احنا استفدنا حاجات كتيرة والله وكل حاجة ببلاش، ونشكر سيادة الرئيس على كل حاجة وعملها لنا، وحياة كريمة. في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتواصل فعاليات برنامج سفراء التكنولوجيا بجامعة كفر الشيخ. وتستهدف المبادرة إعداد كوادر قادرة على اكتساب وتعلم مهارات التحول الرقمي من طلاب الجامعات غير المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك تأهيلهم إلكترونيا لمواكبة تطورات التكنولوجيا المتسارعة.
النهارده متواجدين في رحاب جامعه كفر الشيخ لتقديم الدوره التدريبيه سفراء التكنولوجيا التابعه لمؤسسه حياه كريمه بالتعاون مع وزاره الاتصالات. هدفنا ان احنا نقدم نمحي الاميه الرقميه ونقدم معلومات تكنولوجيه للمتطوعين والخريجين عن تكنولوجيا معلومات والذكاء الصناعي والامن السيبراني وازاي يحمي بياناتهم وازاي نخلق جيل جديد عنده المفاهيم الاساسيه للتكنولوجيا المعلومات والامن السيبراني وحمايه البيانات على الاجهزه الالكترونيه ووسائل التواصل الاجتماعي. كل ده استمرار للدور المجتمع اللي بتقوم به حياه كريمه في تنميه الانسان المصري وتزويد مهاراته الالكترونيه والرقميه، وان احنا ننشئ جيل عنده المبادئ الاساسيه والمفاهيم الرئيسيه لتكنولوجيا المعلومات. شغالين النهارده في سفراء التكنولوجيا على توعيه الشباب بالرقمنه والتحول الرقمي وازاي يقدر يحمي بياناته ويحافظ على معلوماته ومفيش حد يخترقه. كمان بنعرفهم بايه هي الخدمات الحكوميه اللي بتقدم اونلاين ويقدر يستفيد بيها ويعرف بيها المحيطين بيه. وهنستفيد ان شاء الله بالشباب اللي هيتم تدريبهم بانهم ينزلوا معانا في حملات توعيه ضمن قرى حياه كريمه، يوعوا المواطنين هناك على برضو بنفس الحاجات، ايه اللي هي الخدمات الحكوميه اللي بتقدم اونلاين، ازاي هو اي شخص يقدر يحمي بياناته وما يتعرضش للابتزاز. بنقدم طبعا حاجات خاصه بالامن السيبراني، حاجات خاصه بالتحول الرقمي، التكنولوجيا ازاي نستخدم التكنولوجيا، حاجات خاصه بالاي اي، حاجات خاصه باي او تي انترنت الاشياء، حاجات متعدده جدا تقدر تخدم الشباب ان هم يكونوا سفراء لنا في المراكز الموجوده في المحافظه. موجوده هنا في مبادره سفراء التكنولوجيا اللي بتقدمها لنا مؤسسه حياه كريمه بالتعاون مع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عشان نتعلم اكتر عن التحول الرقمي اللي بتسعى اليه الدوله في ظل رؤيه مصر 2030 وعن الشمول المالي وكده، بحيث ان احنا نكون قادرين ان احنا نوعي اهالينا ان هم ازاي يستخدموا المنصات الرقميه عشان يتوفر لهم الفرص بشكل تقني مبسط وسهل عليهم في الاستخدام. لما قريت عن المبادرة لقيت اللي فيها أكتر من مساق، في مساقات مهتمة بالأمن السيبراني والشبكات والتحول الرقمي بشكل عام، ففكرة أن أنا أبدأ في مجال من المجالات دي وأفتح لنفسي باب في سوق العمل في أحد المجالات دي. أنا حابة أن أنا أتعلم أكتر عن الأمن السيبراني وكده، فعشان ده طبعا يعتبر التكنولوجيا العصر اللي احنا فيه وهو يعتبر الهدف اللي احنا فيه. يعني دلوقتي النظام الورقي بقى يعتبر شبه معدوم، فاحنا نظام دلوقتي تكنولوجي، فانا حابة اي حاجة خاصة بالتكنولوجيا اتعلمها واستفيد منها واطبقها في حياتي. انا أعلن اللواء محمد أظم اللوط محافظ الوادي الجديد الانتهاء من 90% من أعمال مستشفى الدخل الجديد. جاء ذلك خلال جولة المحافظ لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر المستشفى الذي بلغت تكلفته 514 مليون جنيه ويقام على مساحة تصل لأكثر من 19,000 متر مربع. شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية والتنسيق مع قطاعي المياه والكهرباء للانتهاء من توصيل الخدمة للمستشفى. عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بقاعة الاجتماعات الرئيسية اجتماعا لبحث ومناقشة آليات تطبيق ضبط الأسعار. وخلال الاجتماع تم بحث ومناقشة آليات ضبط الأسواق والإجراءات الخاصة بخفض الأسعار للسلع الغذائية كافة وزيادة المعروض منها مراعاة للمواطن البسيط. وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور الدولة والجهاز التنفيذي في الرقابة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة كافة وتفعيل الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من تقديم منتج آمن للمواطنين وبأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.
عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اجتماعا موسعا لمناقشة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء ونسب أداء المراكز التكنولوجية وعمل اللجنة المعينات، وذلك بحضور رؤساء المراكز والوحدات القروية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى مسؤولي حماية الأراضي والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والشؤون القانونية بالمحافظة. وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون بكل شفافية ونزاهة، كما وجه بأهمية تكثيف الجهود لزيادة الوعي بين المواطنين حول إجراءات التصالح وفوائدها. كما أعلن أن المحافظة تسعى لتقديم كل الدعم اللازم لتسهيل عملية التصالح وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين. شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط الحفل الختامي لمشروع فرصة لتعزيز شبكة السلامة الاجتماعية من خلال برامج التخرج المراعية للأطفال. وأكد المحافظ على أهمية المشروع في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة من الأسر الأكثر احتياجا ومستفيدي مشروع تكافل وكرامة لتمكينهم اقتصاديا. هذا وأعلن محافظ الأقصر وضع جدول زمني للانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمنطقة الزينية وحل مشكلة ضعف المياه. جاء ذلك خلال جولته بالزينية واجتماعه مع المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها. وأوضح المحافظ أنه فور الانتهاء من مشروع الصرف الصحي سيتم البدء في توصيل الغاز الطبيعي لمركز الزينية، وعقب ذلك ستبدأ خطة رصف الطرق. كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الإدارة العامة للمتابعة بإعداد وتنفيذ برنامج ميداني مكثف يتضمن المرور والتفتيش المستمر لمتابعة مستوى وانتظام تقديم الخدمات في القطاعات والمرافق الحيوية. وأشار تقرير المتابعة الميدانية إلى تحرير 15 محضرا لمخالفات متنوعة رصدتها لجنة المتابعة خلال مرورها على عدد من المخابز بمركز ومدينة الوسطى، والتي شملت محاضر مخالفات خاصة بالتصرف في جزء من حصة الدقيق البلدي المدعم المخصص لبعض المخابز ونقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. من جهته أكد المحافظ على أهمية وضرورة التكامل مع لجان المتابعة الميدانية، وذلك بهدف توسيع وتكثيف المتابعة والرقابة الميدانية على مستوى الخدمات لأكبر نطاق ممكن وفي الخدمات الحيوية كافة. أكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني أن زيارته للمنطقة الصناعية بمنطقة الزوامل تأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية. وخلال زيارته التفقدية لمنطقة الزوامل الصناعية للوقوف على احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق والتعرف على متطلبات المستثمرين وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية بالمنطقة، أشاد المحافظ بحجم الإنتاج وجودة التي تضاهي المنتجات العالمية وكذلك العمالة المدربة على أعلى مستوى. تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية استكمال تغطية المواسير والتطهير بمحور محلة منوف بمركز طنطا. وأكد المحافظ أن أعمال تطوير الكورنيش الجديد تعد استكمالا لخطط التطوير على جانبي ترعة القاصد الممتدة من شارع الجلاء بحي ثاني طنطا إلى نهاية استادي طنطا، وسيسهم بشكل كبير تغيير شكل المنطقة بالكامل وجعلها متنفسا طبيعيا للأهالي وزائري المحافظة. قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بجولة تفقدية بديوان عام المحافظة، تفقد خلالها مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وعددا من الإدارات شملت إدارة المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح وعددا من الإدارات بالديوان العام. رافقه خلالها اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، ووجه المحافظ بضرورة الاستغلال الأمثل للمركز في متابعة كافة الأزمات والكوارث والأحداث للسيطرة عليها والتعامل معها بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والعمل الجاد في رصد المخالفات والتعامل معها فورا عملا على راحة المواطنين. كما شدد على ضرورة التفاعل الفوري لحظة تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.
تستمر أعمال رفع كفاءة طريق دمنهور شبراخيت بطول 12 كيلومتر، كما تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس لاستكمال أعمال الرصف، وذلك نظرا لأهميته وكونه شريانا وطريقا حيويا مهما أمام حركة المواطنين وحركة التجارة بالمحافظة. وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في المجالات كافة، والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والدفع بها وتذليل ما يعترضها من معوقات. هذا وشددت محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ. قام الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجولة على عدد من مساجد القاهرة تفقد فيها أعمال الصيانة والتطوير والحالة الإنشائية لهذه المساجد. وبدأت الجولة بتفقد أعمال الصيانة والتطوير الجارية بمسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، وتابع وزير الأوقاف عن كثب أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية بالمسجد، ووجه بسرعة إنجازها على أتم وجه وعلى أعلى المواصفات الهندسية القياسية، وحثهم على تقديم أفضل خدمة مع سرعة الانتهاء من الأعمال. كما تفقد وزير الأوقاف مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها موجها بعقد اجتماع عاجل بحضور كافة الأطراف للتنسيق وحل مشكلة تأخر المشروع وتذليل كافة المعوقات والصعوبات. أكدت مصر أن تعرض قافلة إغاثة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا متجهة لغزة لإطلاق نار بغزة يعد انتهاكا إسرائيليا جديدا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد إن استهداف المساعدات الإنسانية وإعاقة دخولها إلى القطاع هو إمعان في مفاقمة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. هذا وأعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال المكثف على المناطق الشرقية من خان يونس إلى 71 شهيدا ونحو 200 مصاب. يأتي هذا في وقت شهدت فيه المناطق الشرقية من خان يونس حركة نزوح واسعة للمواطنين الذين فروا تحت غارات الاحتلال الإسرائيلي إلى أماكن أخرى بعيدة عن مناطق الاستهداف. صرخات امتزجت بدوي الانفجارات، دماء وأشلاء وعشرات الشهداء، لحظات قاسية يواجهها هؤلاء الذين يهرولون في هروب جماعي يسود الشوارع. مشاهد يومية يتم رصدها في جميع بقاع غزة ساعة تلو الأخرى. مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس تعجز الكلمات عن وصف بشاعتها فور قصف طائرات الاحتلال المناطق الشرقية من المدينة بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على المنطقة ذاتها، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال. هم نايمين نيام أطفال.
عائلات بأكملها استشهدت، حرب إبادة يرتكبها الاحتلال بدم بارد بحق شعب أعزل داخل قطاع غزة المكلوم. شوكا كسر أحلك لحظات الحياة، مأساة يعيشها سكان القطاع الناجون من الغارات العشوائية للاحتلال الإسرائيلي، إما عبر توديعهم لأحبائهم أو ليقينهم أن اللحظة المقبلة قد تكون لحظتهم الأخيرة. أكد مبعوث وزير الخارجية الروسي الخاص للشرق الأوسط فلاديمير سافرنكوف وقوف روسيا الثابت مع القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. وخلال استقباله مبعوث وزير الخارجية الروسي الخاص للشرق الأوسط، أكد الرئيس الفلسطيني ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كاملة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وشدد ستارمر على الحاجة الملحة إلى دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدا سياسة بلاده المتمثلة في السعي إلى وقف إطلاق النار باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق للأزمة. تجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان، وشنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات عيت الشعب والخيام وحانين، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة شبعة تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي في أجواء الجنوب. قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحة المحتملة لرئاسة أمريكا أنه لا يمكن لأحد أن ينجز ما أنجزه بايدن خلال ولايته الرئاسية. وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي في أول ظهور لها بعد دعم ترشيحها للانتخابات الرئاسية أن الرئيس بايدن يكافح كل يوم من أجل مصلحة الشعب الأمريكي، مؤكدة أن الرئيس بايدن يتعافى وسيعود لتأدية مهامه. مع صعود نجمة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن كأبرز المرشحين المحتملين لخلافة بايدن في السباق الرئاسي المرتقب، أعلنت حملة الرئيس بايدن أن كامالا جمعت 49.6 مليون دولار لحملتها الرئاسية في أقل من يوم بعد إعلان بايدن دعمه لها كمرشحة عن الحزب الديمقراطي. نتابع المزيد في هذا التقرير. بعد ساعات قليلة من انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية، لم تهدر نائبته كامالا هاريس الوقت لتنتهز الزخم الذي خلفه إعلانه مساندته لها وتطلق حملتها الرئاسية ساعية لدخول التاريخ الأمريكي كأول امرأة تنتخب لرئاسة البلاد. وصارعت هاريس للحصول على دعم زملائها في الحزب الديمقراطي ومنع ظهور منافسين محتملين، حيث أجرى مسؤول حملتها وحلفاؤها مئات الاتصالات لدعوة زملائها في الحزب لدعم ترشحها. ورغم بروز اسمها بقوة كمرشحة منطقية لخلافة بايدن، لكن الطريق كمال نحو الفوز بترشيح الحزب لن يكون دون عوائق، فلن يكون دعم بايدن لها كافيا، إذ يتعين عليها المرور بالعديد من الإجراءات الحزبية لانتخابها، لا سيما في ظل وجود بعض الوجوه القوية لخوض غمار المنافسة الشرسة ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وبينما صارع العديد من الديمقراطيين إلى دعم هاريس، إلا أن بعض أعضاء الحزب الأقوياء بمن فيهم رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي والرئيس السابق باراك أوباما لم يعلن دعمهما الواضح لهاريس،
وهو ما يعيد الحديث عن تنظيم مؤتمر مفتوح لإجراء انتخابات تمهيدية مصغرة خلال مؤتمر الديمقراطيين الشهر المقبل. وخلال مسيرتها المهنية كمدعية عامة، اشتهرت هاريس بصرامتها، وهي سمة يمكن التعويل عليها في حملة من المتوقع أن تركز على الجريمة والهجرة. كما حظيت بتجربة سياسية مميزة، فبالإضافة إلى عملها لأكثر من 3 سنوات نائبة للرئيس بايدن، فقد كانت سيناتور في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا. وفي حين يأمل مؤيد هاريس البالغة من العمر 59 عاماً وتنتمي لأسرة من المهاجرين أن تضفي حيوية جديدة على السباق نحو البيت الأبيض في ظل فرق الأجيال والثقافة بينها وبين ترامب، إلا أن تخلفها في استطلاعات الرأي الأخيرة قد يدفع الديمقراطيين إلى المضي قدماً في البحث عن بدائل أخرى محتملة. وضع قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من سباق الانتخابات الأمريكية الحزب الديمقراطي أمام تحديات عديدة وسيناريوهات محدودة لاختيار مرشح جديد يحظى بفرص حقيقية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب. نتابع المزيد في التقرير التالي. وضع غير مسبوق تشهده الولايات المتحدة مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من السباق الانتخابي استجابة لضغوط قادة الحزب الديمقراطي بعد أدائه المتعثر في المناظرة الأولى ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وعلى الرغم من أن قرار انسحاب بايدن جاء استجابة لضغوط جماعية مارسها الديمقراطيون على الرئيس، إلا أن الحزب يواجه الآن معضلة توفير بديل يحظى بشعبية واسعة ويمكنه سد الفراغ الذي خلفه بايدن قبل 4 أشهر فقط من الاستحقاق الانتخابي. وبات أمام الديمقراطيين سيناريوهان لاختيار المرشح الجديد. الأول هو إجراء تصويت افتراضي يحسم بحصول أحد المرشحين على أغلبية واضحة من المندوبين. أما في حالة فشل السيناريو الأول فيتعين على الحزب المضي في تنظيم مؤتمر مفتوح يشبه الانتخابات التمهيدية المصغرة، ويتدافع فيها المتنافسون لإقناع المندوبين بالتصويت لهم، وهو سيناريو لم يشهده الحزب منذ عام 1968. وبينما يحتاج الديمقراطيون إلى اتخاذ قرار سريع والاتفاق على بديل لمرشحهم، تبرز بعض الأسماء لخلافته وفي مقدمتهم النائبة كامالا هاريس التي أعلن بايدن تأييده لها، إلا أنها تواجه بعض المشكلات بعد بداية متعثرة في منصبها وتراجعها في استطلاعات الرأي. ومع محاولات بعض الديمقراطيين تجاوز هاريس والدعوة إلى تنظيم سباق مفتوح لاختيار البديل، يطرح عدد من الأسماء الأخرى بوصفها بدائل محتملة، منهم حاكم ولاية كاليفورنيا وحاكمة ميتشيغان، بالإضافة إلى حاكم كنتاكي وحاكم إلينوي، وهم جميعا من المناصرين لبايدن وعملوا على مساعدته في الترشح لولاية جديدة. ووفقا لقواعد الحزب يجب على المرشحين تلبية متطلبات معينة لوضع أسمائهم ضمن مرشحي الحزب للرئاسة، ويجب عليهم جمع 100 التوقيعات من المندوبين، وهذا هو ما يحاول حلفاء هاريس تحقيقه الآن من خلال الحصول على الدعم المعهود من 1969 مندوبا وسد الطريق أمام أي منافسة. أعرب سكان قطاع غزة عن عدم اهتمامهم بانسحاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن من انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، معتبرين في الوقت ذاته أن واشنطن لا تركز إلا على حماية الاحتلال الإسرائيلي. في ظل غموض المشهد السياسي الأمريكي جرى المعترك الانتخابي الجاري، فالمشهد بالنسبة لسكان غزة واضح وهو عدم الاكتراث. ففي الوقت الذي مثل فيه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن انعكاسا واضحا لاستمرار توصل العدوان والحصار الإسرائيلي على القطاع، أكد الفلسطينيون أيضا عدم انشغالهم بنتيجة الانتخابات الأمريكية لأن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يؤيدان مجازر الاحتلال الإسرائيلي. وبالنسبة للانتخابات اللي حصلت في أمريكا، انسحاب بايدن بيعنيناش، لأنه هو بايدن أو ترامب هم معاونين على الحرب ضد فلسطين، هم أساس الإرهاب في الدول كلها، فيعني إنه أجا أو راح يعني مش مهم لفلسطين.
واحنا يعني هم اساس الارهاب في كل الدول، بس ما حدش حاسس ان هم اساس الارهاب. لا فرق بين هذا وذاك. هذا هو الرأي السائد داخل غزة خلال استقبالهم خبر انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث لا يرون بصيص أمل في أن يأتي شخص على مكتب البيت الأبيض قد يكون مؤيدا للقضية الفلسطينية أو منقذا للشعب الفلسطيني من ويلات الاحتلال. ما بعودش علينا بشيء، لأن احنا شفنا خلال الحرب كيف الدعم الأمريكي لإسرائيل بالسلاح، وشفنا كيف المجازر اللي عملتها إسرائيل بالأسلحة الأمريكية، وشفنا كيف أمريكا استخدمت حق النقد الفيتو في جميع القرارات المؤيدة للشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار، وشفنا كيف إنه الحزب الديمقراطي الأمريكي كله مؤيد لإسرائيل، لدرجة إنه دعوة إيش الرئيس الإسرائيلي نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي. يعني جميع الأحزاب في أمريكا مؤيدة للشعب الإسرائيلي، يعني ما فيش فرق ما بين بايدن ولا ترامب، كلهم بصبوا في مصلحة إسرائيل مش أكثر ولا أقل. اختلفت الإدارة والسياسة واحدة حقيقة يراها الشعب الفلسطيني، وهي تأييد واشنطن المطلق لويلات الاحتلال وإن كان منافيا للقوانين الدولية والإنسانية. أقرت مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي مجدداً بأن الجهاز فشل في مهمة منع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب. وقالت مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي أثناء إدلائها بشهادتها أمام لجنة المحاسبة والإشراف التابعة لمجلس النواب الأمريكي إن محاولة اغتيال ترامب تمثل الإخفاق العملياتي الأكبر لجهاز الخدمة السرية منذ عقود، مضيفة إنها تتحمل كامل المسؤولية عن أي ثغرة أمنية بصفتها مديرة جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة. ورياضيا، يواصل المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريباته في مدينة نانت الفرنسية بقيادة المدير الفني البرازيلي ميكالي، وذلك استعدادا للقاء جمهورية الدومينيكان يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى لمجموعة الفراعنة بأولمبياد باريس، والتي تضم أيضا منتخبي إسبانيا وأوزبكستان. وسيطر الحماس والإصرار والجدية على اللاعبين، ووضحت الروح القتالية على أدائهم، وارتفع نسبة التركيز في تنفيذ توجيهات البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب. أيام قليلة وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية التي تعتبر واحدة من أبرز الأحداث الرياضية والعالمية، وشارك أطول قارب تجديف في العالم في تتابع الشعلة الأولمبية في باريس. قبل أيام قليلة من بدء الألعاب الأولمبية، شارك أطول قارب تجديف في العالم في تتابع الشعلة الأولمبية في باريس. وفي حين أن الحد الأقصى للمجدفين في المسابقات هو 8، فإن هذا القارب يستوعب 24 شخصا على متنه، بالإضافة إلى الربان، ويأتي في 6 قطع ليتم تجميعها لتشكل قارب تجديف طويلا جدا. طول 42 مترا طويل جدا، عليك أن تتخيل أنه بالمقارنة مع قارب عادي ذي 8 مقاعد فهو أطول بثلاثة أضعاف، إنه جنوني تماما، وتحصل على إحساس لا يصدق بالسرعة. في السياق، قام تتابع الشعلة الأولمبية بزيارة إلى منطقة سينيت مارن في ضواحي باريس، وكان من بين حامل الشعلة الحائز على الميدالية الذهبية في سباق 110 أمتار حواجز في ألعاب مونتريال عام 1976 جيدروت، والحاصل على الميدالية البرونزية في ألعاب طوكيو 2020 مارغوت بوليه. وتقام أولمبياد باريس 2024 في الفترة من 26 من يوليو الجاري إلى 11 من أغسطس المقبل، بينما تقام الألعاب البارالمبية في الفترة من 28 من أغسطس إلى 8 من سبتمبر. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم أهم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة.
ومصر تؤكد أن تعرض قافلة الأونروا لإطلاق نار بغزة يعد انتهاكا إسرائيليا جديدا. نائبة الرئيس الأمريكي تعلن أن الرئيس بايدن يتعافى وسيعود لتأدية مهامه. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحية الزميلة مدى سعيد وأنا جاكلين ماهر، إلى اللقاء بإذن الله.